ساني بيرزي رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب بشركه ايديتا للصناعات الغذائيه. بنرحب بيك معنا في ارا فاينانس. اهلا وسهلا. عاوزين تعليق من حضرتك على نتائج اعمال الربع الثالث في 2018. الحقيقه يعني النتائج الحمد لله يعني very satisfactory بالنسبه لي، واعتقد هتكون ايضا يعني satisfactory للساده المساهمين. اعتقد انه كان ربع جيد 2013، ابتدينا فعلا نحس انه السوق ابتدى يستوعب زياده الاسعار، السوق ابتدى يستوعب الديناميكيه الجديده بتاع سوق الصناعات الغذائيه بعد موجه التضخم الكبيره اللي حدثت في 2016 و2017. والحمد لله ده بيؤكد ايضا ثقه المستهلك المصري في منتجات شركه ايديتا وقوتنا اللي موجوده في السوق. الحمد لله خلال هذه النتائج ايضا اثبتت ان القطاعات المحوريه بتاعتنا قطاع المخبوزات وقطاع القيك ان احنا بدينا نسترد الحصه السوقيه اللي احنا كنا افتقدناها نتيجه زياده الاسعار اللي احنا ورفع الاسعار منتجاتنا نتيجه زي ما قلت لحضرتك الموجه التضخميه. فاعتقد انها مجموعه من النتائج الجيده المبشره، وان شاء الله الربع الرابع ايضا تكون النتائج جيده ودخلنا على 2019 في وضع افضل بكتير ان شاء الله. ان شاء الله. طب هو فعلا زي ما حضرتك اشرت كان 2016 و17 نوعا ما لغايه من ابتداء من 2017، من نهايه 2017 شفنا تحسن تدريجي، بس 16 و17 كانوا سنتين صعبين على ايديتا. ايه اللي حصل في 2018 اللي قدر يحصل التحول ده كله في نتائج الاعمال؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، ان 2016 2017 بالذات الربع الاول والثاني كانوا صعبين على كل الشركات اللي بتعمل في هذا القطاع وقطاعات اخرى عديده نتيجه الاصلاح الاقتصادي اللي قامت به الحكومه المصريه، ويعني العواقب بتاعته كانت شديده جدا على قطاع الصناعه. ولو هنتكلم بالاخص على طبعا تعويم الجنيه المصري مما ادى الى تضخم كبير جدا في كل اسعار المواد الخام والكوموديتي اللي احنا بنتعامل فيها، الى جانب ارتفاع سعر الفايده فاصبحت تكلفه اضافيه، تطبيق القيمه المضافه يعني، وحاجات عديده جدا تم رفع الدعم عن الطاقه. كل هذه يعني اقدر اقول الاصلاحات الاقتصاديه اللي قامت بها الحكومه واحنا بنؤيدها على فكره، لانها كنا محتاجين اليها من سنوات عديده، لكن كان لها تاثير تضخمي قوي جدا على الشركه وعلى تكلفه الانتاج وعلى الربحيه بالتالي. فكانت سنه صعبه جدا، وكان هناك مفيش مفر الا انك انت ترفع اسعار منتجاتك للاسف الشديد، وده احنا شيء ما بنحبش نعمله، ولما بنعمله كنا بنعمله على فترات متباعده جدا 10-15 سنه. نتيجه كان موجه التضخم كانت يعني ما كانتش بالقوه والحده اللي كانت حصلت في 2016 2017. 2018 احنا ما عملناش اي زيادات في الاسعار، بل بالعكس ابتدينا نشتغل اكتر على زياده طاقتنا التشغيليه في المصانع، والحمد لله رفعنا طاقتنا الانتاجيه لمعدلات تقترب لما كانت عليه في 2016. في نفس الوقت ركزنا اكتر على المنتجات المحوريه بتاعتنا الكروسون والكيك والمنتجات الاخرى في السوق، ونكتسب حصه اضافيه. يمكن حضرتك شفت ان احنا المستهلك شاف ان احنا عملنا ريبراندنج للمنتج الاساسي بتاعنا المولتو، وعملنا حمله اعلانيه قويه جدا، كل ده ساعد ان احنا نسترد حصتنا السوقيه اللي وصلت النهارده 65%. فده انعكس على نتائج الاعمال، وبالتالي حققنا ربحيه افضل مما كنا عليه. في اهتمام واضح من شركه ايديتا لحجم التصدير كنسبه من المبيعات، ووصلتوا ل 7% في اخر 2017، وفي نمو ملحوظ في النسبه في 2018. مع اهتمامكم في التوسع في اسواق غربا، عاوزين نعرف الهدف المستهدف لاخر 2020 كنسبه من حجم المبيعات. شوف احنا بنستهدف حوالي 10% صادرات، يعني لان حجم عملنا ان شاء الله هينمو خلال 2019 و2020 باذن الله. يعني المستهدف ان احنا ننمو بنسبه حوالي 20-21% سنويا كتوب لاين. التصدير لو احنا نقدر نحافظ على نسبه 10% من حجم هذا الاعمال اعتقد هيكون نتائج جيده. التصدير مهم، خلينا نتكلم مع زي ما عدم توافر الدولار بسعر مناسب، واستثماراتنا كلها للأسف الشديد يعني كل الكيبكس بتاعنا مستورد ونجيبه بعملة أجنبية، فوجود مورد للدولار فمهم جدا بالنسبة لشركة إيديتا. ابتدينا ننتهك سياسة مختلفة شوية في التصدير، بنركز أكتر على شراكة مع المستورد بتاعنا. يمكن احنا مضينا اخيرا في منطقه الخليج في دبي مع يعني شريك قوي هناك ان شاء الله، وبدينا فعلا التصدير اليه، وهتبان نتائج الاعمال او نتائج هذه الشراكه مع دخول 2019.
زي ما حضرتك عارف احنا اعلنا على وجود استثمار في المغرب، والاستثمار اللي في المغرب ده هيبدأ بنشاط تجاري ثم يتبعه نشاط صناعي. بدأنا فعلا في النشاط التجاري، شحنا اول شحنة الشهر الماضي الى شركائنا في المغرب، وده هيكون برضه ليه انعكاس قوي جدا في خلال 2019 وانس ان احنا نعمل لونشنج للمنتجات، بعض المنتجات بتاعتنا في السوق المغربي. ومركزين ايضا في الاسواق التقليديه بتاعتنا، اسواق زي العراق، اسواق ليبيا بدات تنشط ايضا من جديد بعد نوعا ما وجود استقرار في اسواق ليبيا. وكل ما المنطقه هتستقر كل ما صادراتنا هتزيد، لان دي اسواقنا اللي احنا موجهين ليها نشاطنا، اسواق زي ليبيا، اسواق زي سوريا، اسواق العراق، اسواق اليمن. كل ما هتستقر كل ما صادرات مش بس ايديتا هتزيد، لكن ايضا الصادرات الغذائيه المصريه هتزيد، لان دي اسواقنا الرئيسيه الحقيقه. فده التركيز بتاعنا، وال10% هو الرقم المستهدف ان شاء الله. طب حضرتك طبعا انت عارف قطاع الاغذيه قطاع جذاب للشركات الاجنبيه او شركات جديده محليه، خصوصا في سوق يمتلك حوالي 100 مليون مستهلك. ازاي ايديتا تقدر تحافظ في المستقبل على ريادتها في السوق من ظهور اي منافس جديد؟ شوف، احنا بنرحب بالمنافسه الجيده، المنافسه اللي هي العادله، المنافسه للشركات المالتي ناشونال او الشركات المصريه اللي هي عندها governance وعندها حوكمه زي ما بنقول باللغه العربيه. هذا النوع من المنافسه احنا بنرحب بيه الحقيقه، لان المنافس داخل بيحاول يكتسب سعر، يعني بيحاول يكتسب حصه سوقيه بالطريق الشرعي، نقدر نقول عن طريق منتج جيد بسعر منافس، بطريق عن طريق دعايه واعلان. لكن المنافسه اللي هي بتبقى ضاره هي المنافسه بتاع السوق الموازي للاسف الشديد، وهي دي اللي ابتدت تظهر في الفتره الاخرانيه، لان ما زال للاسف جزء كبير من القطاع اللي بيعمل في الصناعات الغذائيه قطاع غير رسمي، وهذا القطاع الغير رسمي عنده الحريه ان هو يشتغل يعني مش عايز اقول بطريقه غير سليمه، ما فيهاش اي حوكمه، ما بيسددش ضرايبه، ما بيدفعش مرتبات عادله، وبالتالي بيقدر يصنع منتج بجوده يعني الحقيقه رديئه جدا، وبيبيعه سعر منافس. وللاسف نتيجه الوضع والظروف الاقتصاديه عند المستهلك المصري في بعض القطاعات بالذات الاقاليم والمنطقه المناطق الشعبيه بيقدر ان هو ياخد منك حصه سوقيه. اما لو هنتنافس فالناس دي عندنا صعوبه ان احنا ننافس معاهم، لان المنافسه الوحيده معاهم انك انت تخفض اسعارك، وده شيء مستحيل ان احنا نعمله، لانه احنا ما عندناش استعداد ان احنا نشتغل او نقلل جوده منتجاتنا، لان دي مش موجود في القاموس بتاعنا. الحاجه الثانيه ما نقدرش نبيع بخساره، فدي هي المنافسه الغير شرعيه. واحنا بنتكلم الحقيقه مع الجهات المسؤوله، نقول لهم يا جماعه احنا بنرحب بهذا القطاع الغير رسمي ينضم الى القطاع الرسمي وينافس معانا منافسه عادله. اما المنافسه العادله من الشركات الاخرى احنا بنرحب بيها زي ما بقول لحضرتك، واعتقد ان شركه ايديتا عندها من المقومات ك ك ك كهيومن كابيتال نقدر نقول، ومقومات ماديه، ومقومات في النو هاو والتكنولوجي اللي عندنا، وحجم الاستثمارات الموجوده، والمعرفه والنوليدج بالسوق المصري انها دافع عن حصتها السوقيه. ويمكن اثبتنا هذا الكلام خلال السنتين الماضيه لما بدا ناس، خاصه بعد طرح الشركه في البورصه المصريه، الحقيقه تلاحظ انا ان ناس كتيره جدا بصت على هذا القطاع. ودي مشكلتنا في مصر، يعني الناس ما بتحاولش توجه استثماراتها في اتجاهات معينه، في استثمارات جديده. والله الراجل ده عامل شغل كويس، كلنا نخش نعمل نفس الحاجه، وساعات ما بيحسبوهاش صح الحقيقه. وده اللي حصل بعد 2015، لقينا موجه الحقيقه وهوجه جامده جدا في قطاع المخبوزات وقطاع الكيك، كله بيحاول يعمل نفس الحاجه. والحقيقه اثبتت شركه ايديتا انها قادره انها تدافع عن حصتها السوقيه، لما لديها من قوه من البراند اويرنس وقوه العلامات التجاريه بتاعتها، الى جانب ما لديها من مقومات زي ما بقول لحضرتك، من مقومات بشريه، من تكنولوجي موجوده، من معدات، من حقيقه من استثمارات قويه جدا. والحقيقه انا دايما بقول للناس احنا بنعمل الحاجه الصح، لان بتعمل حاجه الصح it will pay off زي ما بقول، هتجني هذا الثمار فيما بعد هذا. وهنستمر على هذا النمط مع وجود اي استثمار او اي منافس قوي بيخش السوق زي ما انت حضرتك بنرحب بيه، ولكن احنا ايضا هندافع عن حصتنا السوقيه. واثبتنا هذا ان احنا استردينا عافيتنا في القطاع المخبوزات، واستردينا 65% من حصه السوق في الكيك، بنسترد حصتنا السوقيه في الحلويات، في مصنعنا بني سويف احنا النهارده بنحتل مرتبه الرياده، والتو اذر كورز اللي هي السولتي سناكس والويفر بنكتسب يوم عن يوم حصه سوقيه اكتر. ملاحظ يا فندم قله السيوله في تداول سهم شركتكم في البورصه،
يعني الفري فلوت او التداول الحر حوالي 30% من راس المال، وحجم الشهادات بناء على اخر افصاح في الجي دي ارز وصل ل 23%، فيعني اولموست 7% بس هو المتداول في السوق المحلي. هل في اي خطوات الشركه بتاخدها علشان تزود حجم السيوله، خصوصا السوق المحلي هو الدرايفر فورس لسعر السهم؟ مظبوط حضرتك عندك حق، ودي مشكله احنا يعني بنبص عليها كل يوم، لكن للاسف يعني هو شيء جيد وشيء سيء، انه في يعني مستثمرين كتيره جدا معجبين جدا من الشركه منذ الطرح، وبالتالي ابتدوا يعملوا ياخدوا بوزيشن كبيره جدا ومحتفظين بيها، يعني مش داخلين تو تريد على السهم. يعني عندنا احد المساهمين يعني اكيوميليتد حوالي 15% من مجموعه الطرح اللي موجوده، وعندنا مستثمرين اخرين وصناديق مكومه برضو عامله يعني محفظه قويه جدا، ودي مشكله بنبص عليها يعني، وحلولها يعني نزود راس المال او مستثمر رئيسي او واحد من اللي عنده هذه المحفظه يزود السيوله، يبيع ويزود سيوله في السوق. احنا بندرسها، ولكن عمليه رفع راس المال النهارده او طرح اسهم جديده بدون ما يكون فيها جدوى اقتصاديه عليها اعتقد مش هتكون مفيده، ولكن ده شيء يعني بنبص عليه ونامل انه يعني خلال الفتره اللي جايه السيوله تزيد شويه للسهم ويبدا يتداول بطريقه احسن من كده كتير. يعني هرجع لحضرتك برضو في الاستثمار اللي اعلنتوا عنه في المغرب، واعلنتوا انه هيبقى بين 10 ل 20 مليون دولار مع شركه ديسلوج لانشاء مصنع اغذيه بالمغرب. ليه المغرب تحديدا، وليه ما فكرتوش ان الاستثمار ده يتم داخل مصر وتزودوا مثلا مصنع سادس عن الخمس مصانع اللي موجودين حاليا؟ لا يعني هبتدي السؤال معاك من الاخر، يعني ليه ما فكرناش نعمل في مصر بدل المغرب؟ لا مصر يعني ما زالت يعني الاستراتيجي بلان بتاعنا شغال، استثماراتنا في مصر موجوده مستمره، ليس لها دخل باي شيء احنا بنعمله خارج مصر، فلا احنا هنستثمر في مصر. ويمكن احنا افتتحنا السنه اللي فاتت مصنعنا اللي هو احنا بنسميه اي 8 بتاع حوالي 50,000 متر مربع، وما زال في سبيس كبيره جدا نقدر نحط فيه، يعني يستوعب اكتر من 9 خطوط. حاليا المصنع فيه خطين، ونامل السنه الجايه نحط استثمار ايضا في خطين تانيين هيضافوا السنه الجايه باذن الله. فاحنا ماشيين في استثماراتنا اللي في مصر يعني بدون يعني طبقا للخطه الموضوع الاستراتيجي بلان بتاعنا لغايه سنه 2022. لكن احد قوائم نقدر نقول الاستراتيجيه بتاعه شركه اديتا هو الاستثمار ريجنالي، يعني نقدر نقول استثمار خارج القطر المصري. واحنا بنعمل كده ليه؟ لان زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين العمله الصعبه، منتجاتنا صلاحيتها فترة الصلاحية قليلة جدا، 2-3 شهور، وعندنا بعض منتجات فترة الصلاحية 2 أسبوع. فقدرتنا على شحن هذه المنتجات إلى أسواق بعيدة عننا فيها نوع من الليميتيشن نتيجة اللوجيستيك، نمرة 1، نمرة 2 فترة الصلاحية. فكان الحل إن احنا نبتدي نبص على أسواق مستهدفة. سوق المغرب من الأسواق المستقرة في شمال أفريقيا، يعني أنا ما أضحكش عليك احنا كنا بنبص على سوق تونس وسوق الجزائر، لكن الاثنين كانت اسواق ما كانتش بقوه السوق المغربي وباستقرار السوق المغربي، الى جانب القوانين في المغرب، قوانين الاستثمار والاستثمارات الاجنبيه. يعني انا عايز اقول لحضرتك المغرب النهارده في الاستثمار الصناعي الحكومه عندها استراتيجيه صناعيه واضحه بتدعم المستثمر لو استثماراته تفوق ال 100 مليار درهم ب 20%، الى جانب بتدي اعفاء 5 سنين على ضريبه القيمه المضافه على كل مدخلات الراسماليه ومدخلات الخامات. فكل ده انسنتيف بيشجع على الاستثمار. المغرب احنا بنبص لها كهب، الحقيقه برضو سوق كبير في شمال افريقيا 33 مليون، سوق مستقر في نمو. زي ما قلت لحضرتك الحكومه بتدور على استثمارات، ويمكن شفنا الطفره اللي حصلت في المغرب في سوق تصنيع السيارات. النهارده قدروا مش بس تصنيع تجميع السياره، بل قدروا ان هم يستقطبوا الشركات اللي هي بتعمل فيدنج للكار اندستري او الموردة القطع الغيار والكومبوننت بتاع العربية، وبقوا ممكن أكبر مصنع النهاردة في شمال أفريقيا. فعندهم استراتيجية واضحة جدا، دولة مستقرة نوعا ما، إلى جانب فهي هب لغرب أفريقيا اللي هي تبعد عننا كشركة جديدة. وزي ما قلت لحضرتك ده يعني ده من الأساس الاستراتيجية بتاعتنا، الاستثمار خارج القطر. احنا دايما في مصر بنتكلم على، وانا هقولها لك بشوء من الوطنية يعني شوية، انما دايما في مصر نقول احنا والله عايزين نصدر، ثم بنلاقي في مصر عندنا استثمارات في التصنيع من دول زي لبنان، دول زي اليمن، دول زي تونس، المغرب، كل الدول دي والسعوديه، الامارات، كلهم عندهم استثمارات في مصر. طب ليه ما بنشوف شركات مصريه عندها استثمارات في هذه الدول؟ وانا يعني بؤكد لك قطاع الصناعات الغذائيه في النهارده
تطور حدث فيه خلال العشرة أو 20 سنة اللي فاتت، الحقيقة المنتج لا يعني يضاهي أي منتج عالمي. فليه الشركات دي؟ أنا بالعكس أنا بقول لهم لازم نتشجع كلنا، ولازم الحكومة المصرية ووزارة الصناعة والتجارة تشجعنا إن إحنا نبتدي نطلع ونستثمر، مش بس نصدر، لأن وجودنا كاستثمار هناك يختلف تماما عندك أنت تكون بتصدر. لأن أنت عارف موضوع التصدير ده، كل دولة بتحاول تحمي منتجها المحلي، وتلاقي بيحطوا أنتي اللي زي ما بنسميهم أنتي تاريف باريرز محدودة علشان يحاولوا إن هم يوقفوا صادرات بعض الدول. إنما لما أنت موجود هناك محدش هيقدر يوقفك، بل بالعكس لازم يدعمك، لان انت بتخلق فرص عمل، وفي الاخر المردود جيد لانه بتجيب عملة صعبة ايضا، لان انت بتروح تصنع في البلد دي، ارباحك هتحولها الى مصر بعد كده، بتاخد رويالتي وحق معرفة على البراند نيم بتاعك، على الحق التكنولوجيا اللي انت بتديها هناك. فكل ده بيجيب مورد من العملة الصعبة للشركة الام هنا في مصر. فهو ده الهدف، يعني احنا بدينا بالمغرب، وان شاء الله لينا خطة ان احنا نبتدي نفتح اسواق جديدة. مهندس هاني شرفتنا يا فندم في عرف فاينانس. اشكرك، الف شكر، متشكر خالص.